بعد تعال نتصور حال أمير المؤمنين هذه الليلة. علي الرحيم، علي العطوف، كلما دخل عليها بكى، كلما جلس عندها بكى، كلما خرج من الدار بكى. يتصور كل هذا المنظر بعينه. لتتصور أمير المؤمنين ما دمعت عينه. احنا دموعنا هذه الليلة ويا دموع أمير المؤمنين، مع دموع مولانا صاحب الزمان، نذرفها حزنا على مصيبة فاطمة. تتصور حالها في ساعة المنية لما أوصت أمير المؤمنين بالوصايا، شافت أمير المؤمنين يجول بالدار، قلبه يعتصر ألما لما شاف الزهراء تودعها. شلون يودع الحبيب حبيبه؟ مذهول أمير المؤمنين من هول المصيبة يجول بالدار. التفتت الزهراء إلى أمير المؤمنين، قالت: أبا الحسن، هذا وقت الوصية لا وقت البكاء. صاح دنا من الأجل، دنا من الأجل وتقضت أيامي يا حدار يا حدار. الله الله بعد بيتامي، تعال اقعد اريد اتزود منك، صعب غصب عني يا غالي، غصب عني يا غالي راح لعلك، صعب مني يا غالي ينقطع ظنك، يا طود الصبر تمسح دمعك الهامي. وين يمسح دموع أمير المؤمنين يا زهراء وهو يودعك في هذه الساعة؟ صاحت: عشت وياك عمري يا بعد عمري، يا حامل جار تدري بحالتي وأمري، أريدك ذمتي يا بلحسن تبري قبل أرحل يا روحي وبهجة أيامي. شلون يخاطبها أمير المؤمنين؟ شلون يرد عليها الجواب؟ قلها: يا شبيهة أحمد الهادي، كلامك يا بتولى ذوب الفادي، تروحين وعليا يظلم الوادي، بعد عينك حياتي مظلمة ويامي. يا زهرة يا زهرة محللة ومبرية الذمة، أبا الحسن هذه وصايا الزهرة، ها بعد قليل نذكر الوصايا. يا زهرة محللة ومبرية الذمة، بعد عينك حياتي بحزن مظلمة، لكن قلبي من يسكن روعته وهمه، لصب الدمع لاجل مصيبة اجدامي، اين المنادون ومصيبته. صاحت: ابا الحسن، اذا قضيت نحبي فغسلني وكفلني وادفلني بالليل، اذا هدأت الانفاس ونامت العيون، أبا الحسن إذا قضيت نحبي فتزوج من بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لأولادي مثلي. أبا الحسن أبا الحسن اصنع لي نعشا صورته للملائكة، هكذا إلى أن أكملت الوصايا. يقولون الزهراء عليه السلام أوصت الحسن والحسين وأرسلتهما مع أبيهما إلى المسجد.
أوصلتهما مع أبيهما أو أرسلتهما مع أبيهما إلى المسجد. أسألك سؤال يا مؤمن، سؤال يا مؤمنة، وين راحت زينب في تلك الساعة؟ إذا الحسن والحسين راحوا ويا أمير المؤمنين، وين زينب؟ قال كان عندها وصايا خاصة بينها وبين الزهراء. مولاتي فاطمة، إذا تخافين على أطفال مثل الحسن والحسين، عندك زينب طفلة صغيرة، ألا تخافين عليها أن تكون حاضرة ساعة المنية؟ إجت زينب عند رأس الزهراء، جعلت تمسح على ذلك الرأس، تقول يمكن الطيب الأم من هذه العلة. تصور هذا الموقف، وإذا الزهراء فاقت من غشوتها، وأمل عد زينب أن تحتضنها فاطمة، اقتربت من أمها صاحت: يا بنتي والله مشتاقة، يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري، لكن العدو الملعون بالعصر هشام صدري وعذري ماثل قبالك، يا بنتي طالعي وعذري من المسمار ما أقدر أسولف لك من المسمار، واللي هيا جالامي بعد ما لطمن الخوان، أنا شفت حسين وتمثل قبالي راسه فوق أسنان، وشفت ضلوعة تتكسر بقوة ويلترك عريان، غسل دموم وجفان يفصل السموم العار. هذه الوصية من الزهراء إلى زينب. شنو هذه الوصية مولاتي؟ صاحت: بني زينب، إذا كان يوم العاشر من المحرم ونظرت إلى أخيك الحسين وحيدا فريدا، فقبلي ثلاثا في صدره وشميه في نحره. صاحت: يما ليش الصدر والنحر؟ قالت: قبل لا يبرز المظلم قبل قلبه نحر، لأن قلبه بالمثلث بنزعام الخرز ضار. تال الشمر يا زينب بيتربى على صدر وحسين، يفري من حرق باليك رجله تفحص بلوعار. أين المنادون وفاطمة وحسينة؟ عظم الله أجوركم. عندها التفتت إلى أسماء، صاحت: يا أسماء اسكبي لي ماء واتيني بثيابي الجديدة، ثم أمهليني ساعة فعودي إلي، فإن أجبتك وإلا أعلمي بأني لحقت بأبي رسول الله. قدمت لها الماء، اغتسلت الزهراء، لبست الجديد من الثياب، توجهت في محرابها. أين المنادون ومصيبتاه؟ حتى الفتلت من عبادتها امتدت على ذلك المصلى، وأستلت عليها ذلك الرداء، قرأت سورة ياسين، مدت رجليها وأسبلت يديها وفاضت روحها الشريفة. أين المنادون ومصيبتها؟
تقول أسماء تقول أسماء رجعت إلي طرقت الباب صحت يا أم الحسنين لم تجبني صحت ثانية يا بنت رسول الله لم تجبني صحت ثالثة يا زوجة أمير المؤمنين لم تجبني ففتحت الباب وإذا بها ممتدة في محرابها المصيبة يا مؤمن مو هذه المصيبة المصيبة لما رجع الحسنان إلى الدار شلون استقبلتهما أسماء قالت لهما تعاليا أقدم لكما شيئا من الطعام صاحا يا أسماء ومتى علمت أن لنا نأكل دون أمنا فاطمة أوالي على الزهراء يوم دخلا وعاينوها مددا نايمة نومة الموتى وساد ما هم وس بالمصلى واح قلبي مسدل عليها الردى خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطر شلون وصل الخبر إلى أمير المؤمنين هذه الليلة شوف حال أمير المؤمنين لما وصل إلي هذا الخبر خرج الحسنان مسرعان إلى المسجد وهما يعثران تارة وينهضان أخرى قيل لهما لعلكما تذكرتما مصيبة رسول الله قالا لا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة تصور تصور حال أمير المؤمنين هذا البطل قاتل الأبطال عازم الأحزاب وإذا به يقوم تارة وينهض أخرى وأخرى يقع على وجهه وصل إلى الدار وإذا به يراها ممتدة في محرابها انكب على ذلك الجسد مناديا ومصيبة وفجعه بادر في تنفيذ الوصايا اخرج تلك الجنازه في ذلك الليل غسلها كفنها لا حتى وضعها على ذلك النعش وأخذ يهرول خلف ذلك النعش وهو ينادي في أمان الله في دعة الله ينادي الشيال التشيل الناس ما تدري من تشيله فيك جنازة أم حسين يا شيال محمولة هذه الليلة ليلة فاجعة ليلة مصيبة عند أمير المؤمنين وعند أولاده وهم يودعون الزهراء صلوات الله عليها يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيل فيك جنازة أم حسين يا شيال محمولة يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيل فيك جنازة أم حسين يا شيال فيك جنازة أم حسين عني شليت يا شيال نور اللي زهر بالدار شلت اللام بين القوم فرت ما عليها خمار ظلت تنتخي وتصيح
من وجهه وعلينا النار. وعندي لك حجايا وقول يا شيال بقوله يا شيال تشيل الناس ما تدري فيك جنازة فيك جنازة أم حسين يا شيال أول شلت اللي مشت علي جنازة بجفن ملفوفة كثر المرض خلاها تصير عظام مصفوفة جسد متورم يدينا من جفوفة إلى جفوفة وقفلة يا بحجي وياك يا شايل المعلولة يا شيال تشيل الناس فيك جنازة فيك جنازة حتى أوصلت تلك الجنازة عند شفير القبر أنزلها في ذلك القبر ثم أهال عليها التراب أرسل الحسن والحسين مع أبي ذر إلى الدار قال خلوني يعني على قبر الزهرة هذه الليلة أبكي على قبرها خلوني أنوح على قبر الزهرة رجع الحسنان إلى الدار أمير المؤمنين جعل يبكي على قبرها قيل هومت عيناه على ذلك القبر فرآها في عالم الرؤيا تنادي أبا الحسن بحقي عليك قم وارجع إلى الدار قالها يا فاطمة ألا تأنسين بجلوسي على ذلك القبر صاحت بلاء أبا الحسن ولكن في هذه الساعة أفاق الأيتام من لهم قم ارجع الدار يا علي الحسن والحسين وزينب أفاقوا من النوم وإذا بأمير المؤمنين يعود مسرعا إلى الدار ما إن فتح الباب وإذا به يرى الحسين واضعا رأسه بين ركبته زينب على فراش أمها تتقلب الحسن يتمرغ بالتراب رد الحجرته وحسين متخاصر باب الدار رد الحجرته وحسين متخاصر باب من شافا صرخ يا ياب ما شلتون هالمسمار هالمسمار يا كرار يا التمنة وبعضنا صغار ما أقدر أشوف الباب يا حامل حماشيلة اجت زينب ويم حسين ظلت تسجب العبرة تقل يا علي يا ياب خل الفارق الحجرة هالمسمار ويا الباب سبت ماتت الزهرة وما أقدر أشوف الباب يا حامل حماشيلة بعد وين الحسن؟ يقولون تعلق بأذيال أبي أمير المؤمنين تارة يقبل يده يقول لأبا تتركنا أيتام في هذه الليلة لوحدنا في الدار أين كنت يا علي؟ قال اجلست عند أمك أفرغ حزني يا ولادي
شمع الليل ضوى الليلة راحت من يدي أمكم سافرت على وخلى منزلها وش بيدي ناداه الحسن بويا يتمنى وتبطي علينا وراها أمير المؤمنين في التراب ها لكن أنا أسألك يا مؤمن سؤال أين قبر الزهراء تروح إلى كربلاء وتروح إلى النجف وتروح إلى بغداد عندك قبر معلوم تتوجه إلى زيارة المعصوم تروح إلى البقيع ولو القبور مسوية بالتراب لكن عندنا قبور معلومة عندنا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وين قبر الزهراء احنا نسأل مولانا صاحب الزمان أدري يا مؤمن حسرة في قلبك وعندك أمل يوم من الأيام تشوف قبر الزهراء وتتوجه تقول رايح إلى قبر الزهراء أحلى من الليل بضريحك وأحلم بشكل الصحن والخلايق في المدينة كلها تبحث عن سكن والشمع يضوى ويلالي والصحن شجوة وشجن لافتان اكتب عليها هذا قبر أم الحسن لافتان اكتب عليها واصحى من النوم بكدار لا ضريح ولا أثار وين المنتظر وين جينا وسألنا أهل المدينة بالسوية في وين قبر أم الحسن ردوا علي في وين قبر أم الحسن ردوا علي في وين قبر أم الحسن في وين قبر أم الحسن إي ما حد يدلينا على روضة قبرها ما حد يدلينا على روضة قبرها حدار علي الكرار في وين حفرها جنة علا ما يصير ما يظهر أثرها ضمت الزهرة الطاهرة الحرة الأبية ضمت الزهرة الطاهرة جينا وسألنا أهل المدينة بالسوية في وين قبر أم في وين قبر أم الحسن إيه معلوم مدفونة برض طب أم الحسين يا ناس خبرونا قبر أم الحسن وين ما حد يجاوبنا ونهلها دمعة العين ما حد يجاوبنا ونهل إيه مثل المطر تبقى مدامعنا جرية مثل المطر عجل يا ابو صالح ودلنا بقبرها عجل يا ابو صالح ودلنا بقبرها
عجل وخذ بالثار من هاللي عصرها وضلوعها من رفسة الطغي كسرا سقط المحسن وعظمها الرزية سقط المحسن جينا جينا وسألنا أهل المدينة في وين قبر أم الحسن ردوا في وين قبر أم الحسن